بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة التانية في دبلوم ديزاين بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن ال DXF موديل بتاع الساب، ان احنا ازاي هنقدر نعمل امبورت من الكاد للساب، وهنطلع من الساب هنطلع منه ابعاد مبدئية للعمدان. دي ابعاد مبدئية انا لا هخش بيها لوحة المحاور الاعمدة ولا هعمل بيها اي حاجة. انا كل الفكره بجيب الابعاد المبدئيه دي عشان بس ان انا لما بعد كده اشتغل على الايتابس احطها، انا عارف مثلا ضرب العمود اتجاهه كذا وابعاده المبدئيه كذا. يعني فاكرين مثلا اما كنا مثلا نحل الانتراكشن دايجرام وكنت تبقى فاضي كده شويه مثلا في الامتحان ممكن تبقاش كنتش عارف يبقى حل غير المساله دي، فتيجي تقوم جايب ماخد العمود كده بسرعه مصممه القانون بي التيميت بيساوي كذا، خدت بقى البعد ده، فتخش بقى بايه ايه بالابعاد دي الانتراكشن دايجرام عشان بس فكره ايه ما تعملش ترايلز كتير. ده بالظبط اللي احنا هنعمله بالساب. يعني نبقى برضو قلنا حته في الساب وهنقول منها بقى ايه ازاي نطلع منها جداول العمدان دي. احنا هنفترض ان احنا شغالين على المبنى المنشأ بتاعنا ده، هو بس بيتكون من ايه من 5 ادوار. تمام ماشي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. يا عم سهل، احنا اخر حاجه كنا وصلنا عندها لوح الكونكريت دايمنشن. تمام كده، دي بتاعت الدور الدور الاول، ودي بتاعت المتكرر اللي هو هيكون فلات سلاب. طيب مش ملاحظين حاجه؟ مش كان في تقريبا في اللوح المعماري كان في سلم تقريبا في الحته دي وسلم في الحته دي؟ طب انا ليه سايبهم كده استاذ احمد يحيى؟ يعني مش حاطط السلم. الحقيقه ان السلم احنا هنشتغله لوحده يعني، وبعد كده هنيجي نرجع تاني نروح الكونكريت دايمنشن ايه نركبه عليه. احنا هنشتغل السلم لوحده لاسباب، يعني السلم مثلا بيحطه ستاتيكال سيستم معين لوحده، فاهم؟ يعني ممكن هنيجي نزود هنا في منسوب نص الدور مثلا لو السلم هنا، فهنيجي بين العمودين دي كده نقوم حاطين كاميرا في نص الدور عشان نشيل عليها بسط السلم وهكذا. فالسلم انا دايما بفضل ان هو يبقى اخر بقى حاجه خالص كده، اللي هي اللي احنا بنقول عليها ايه التراتيش، خصوصا ان كمان السلم مش دروينج يعني، السلم هو تصميمه هو رسم السكشن بتاعه هو كل ده ايه حاجه واحده يعني. فانا بس انا فاهم فاكر مكان السلم فهسيبه للاخر. والحقيقه برضو المنشأ ده يعني احنا برضو عايزين بس ما نخش الايتابس يعني مش دلوقتي، مش هدخلها للسبب زي ما قلت بعد الامتداد اللي هتطلع دي مبدئيا يعني. ف يعني المنشأ ده كده محتاج له كور مثلا، عايزين نعمل له كور احمل الزلازل، فليكن مثلا هو هيبقى على الاكس ده كده. يعني احنا هنعمل كور مع بعض برضو عشان ايه نظبط الدنيا كده ونشوف بقى يعني اذا لازل والمومنت. يعني لما تشوف مثلا على كور جاي عليه المومنت 4000 مثلا 5000 ما تتخضش، هو كده هو طبيعته كده ماشي. بس النهارده احنا مش ايه مش هنشتغل كأن مفيش كور يعني، لان انا عايز تطلع ابعاد الامدان كبيره، لان انا حطيت كور في المكان ده مثلا كده كل الامدان اللي حوالين المكان ده هتلاقي ايه حاجات صغيره جدا. فانا لا انا عايز الابعاد تطلع كبيره، لان انا عندي عندي اللهم صل على النبي عندي المومنت وعندي الاحمال الجانبيه لسه انا ما اعرفش هتكون عامله ازاي. فعشان كده انا بفرض العمود كبير شويه خلش على العمود ونشوف. والله لو الكباستي ريشيو بتاعته هتسيف على الاحمال اللي عندي وعلى المومنت اهلا وسهلا. طيب بشوف انا سيف بقد ايه يعني، انا لو مثلا لو انا عن نفسي يعني بحب اشتغل بسيف فوق 40% بيبقى بعد كده نسبه هدر، فببدا ان انا ايه اقلل في القطاع واقلل في التسليح وكده يعني، عشان برضه انا اصلا عايز ابقى مور سيف مور ايكونومي، فانا مش عايز نسبه الهدر تزيد معايا، فانا بخلي عندي 40% فاكتور. محدش عارف ممكن يحصل ايه، انت ممكن تصمم الراجل مبنى ان هو 5 ادوار انت ما تروحش تشوفش الدنيا فيها ايه. زي ما قلت يعني انت ممكن تبقى في بدايه حياتك كده مثلا صممت الواحد بيت 5 ادوار ما خدتش بالك مثلا من اشتراطات معينه بتعملها، تصممت انت رميت له لوح بس معدي انت بالصدفه من قدام البيت لقيته بقى 7، ايه يا عم ده انت عملت ايه يخرب بيتك. فبنخلي برضه الاحتياطات دي. وبعدين انت ممكن لو بتصمم العمود ده مثلا على الفيرتيكال لودز بس ماشي حلو قوي، ممكن تلاقيه فيري سيف، بس انت ما تعرفش الايه الاحمال الجانبيه هتبقى ايه ظروفها يعني هتبقى عامله معاك ازاي. فيعني ما ده عمود يعني في الاول وفي الاخر يعني، ما حتى بيقول لك الحرامي المعلم ما بيسرقش لا في العمود ولا في الاساسات، فاحنا مش حراميه يعني الحمد لله. فهنبدا ازاي نعمل الايه دي اكس اف موديل بتاعنا. ناخد نفتح تاب جديده يلا شيل البتاع البايخة دي مش ناقصة زغللة زغلل بما فيه الكفاية يا نار. ناخد الحلوة دي أولا، هنقول له كليك يمين كليب بورد كوبي، نروح على اللذيذ ده كده نقول له بيست. تمام، طبعا اول حاجه بتحصل ان الدايمنشن تضرب يعني،
في الاخر بقى خالص الحنتفه بتاعت الكاد، انا هعلمك ازاي بقى ما تعمل كوبي زي كده الدايمنشن، ما تبرقش، ازاي تعمل ازاي تعمل الطباعه بتاعتك، تطلع الطباعه. انت لو طبعت كده على الكاد تلاقيه كاتب لك كده كلمه مش عارف فوق ايه، ان يعني هتلاقيه كاتب لك كلمه كده من بتوعه ان دي تقريبا نسخه تجريبي مش حاجه زي كده، انا هيبقى نشيل الكلمه دي ازاي مع بعض يعني. كل الكلام ده انا سايبه ايه في الاخر الحنتفه دي. ماشي، نقفل اللوحه دي خلاص عشان الموديل ما يتقلش معانا. ناخد الدايمنشن مش عاجبانا دي، نبدا بقى نفضي اللوحه. انا دي لوحه اللي هتبقى ستاتيكال سيستم اصلا يعني، فاهم؟ مش محتاج بقى انا كل ده، مش محتاج ابعاد، مش محتاج كتابات جوه، مش محتاج اي حاجه من الكلام ده كله. انا بس محتاج اللي هو احنا بنسميه العظم، عظم المبنى يعني. حتى سيكنس الكاميرات مش هبقى محتاجه، امال انت هسيبها تعمل لي ايه يعني؟ انا مثلا انا مش هرسم الكاميرا بالسيكنس ده، هتكون اقرب ما يكون ليها للايه، لخطوط الاكس دي يعني. فهنشوف هتبقى ماشيه ازاي. نيجي هنا ناخد دي مع دي مع الاكس مع الكتابه، مش عارف اخدتها ولا لا اصلا. في ايه تاني فاضل؟ مع هاتش العمود، لا هاتش العمود مش هيجي كده. قول له لي عايزه اعزلهم لي، يلا اللي عايز يودعهم بالسلامه. ليون اللوحه بدات تفضى شويه، انا اخد دول مع بعض كده لهم لي عايزه. وده طبعا فايد انك ترسم على لاير يعني، انت اصلا يعني انك ترسم الرسمه كلها على لاير واحده ده مستحيل، انت كده مش هتعرف تعمل حاجه. وكون ان يجي لك لوحه من واحد معماري يرسمها لك كلها من غير ليارات، فده معلش يعني في اللفظ مفيش امل منه يعني. طيب بص، انا قدامي دلوقتي حلين عشان اشيل هاتش العمود ده. اول حل، انا دلوقتي عندي لاير ايه؟ انا دلوقتي عندي اللاير المرسوم بيها كولم، وعندي الهاتش، الهاتش بتبقى از بلوك مش بيبقى از لاير، وعندي اللاير دي بتاعت البيم. فانا يا اما هقوم جاي مثلا ماخد اهي الكولم ده مع البيم ده كده كده، انا بس مش قادر اقف عليها اها، واقول له ليه ليه اوف، اطفي لي يا عم الليارات ده. هيقول لك انت عايز تطفي انهي لاير؟ اقول له عايز اطفي دي مع دي، تمام. فعشان هنا العمود حتى كمان معمول بلوك، فدي كمان مش هتيجي. فكده انا ما قدميش بقى غير الطريقه دي. انا هقول له يا عم نور لي الليارات كلها. هاخد عندي امر اسمه فلتر، امر اسمه فلتر اف اي ماشي كده، وتنزل تحت تختار فلتر، تمام. بتقول له اد سيلكت اوبجكت. طب يا عم انا هختار ايه؟ انا هختار الهاتش ده. بيقول لك ان الاوبجكت ده هاتش على لاير كولوم اللاين تايب مش عارف باي لاير الكلر ريد. لو انا عندي اكتر من هاتش هنا مش همسح الايه يعني، لو عندي مثلا لون هاتش انا عامله ده بالاحمر ده، ولون هاتش تاني مش عارف انا عامله برتقاني مش عارف، انا عايز امسح الهاتش الاحمر بس اخلي الريد. لو عايز امسح الهاتش كله اقوم جاي عندي كلر دي ومسيحها، ده سلايد ليب. فالنورمال فيكتور دي احنا هنمسحها، دي احداثياته مش عايزينها. اللي هيقول لك الهاتش باتر نينها ده نيم هنخليها عشان احنا ما عندناش غير هاتش واحد، فمش هتفرق. انما لو عندي اكتر من هاتش وعايز امسح الهاتشات كلها فمش ايه، مش هخلي الهاتش باتر نيم. فاقول له انا ابلاي، هيديني البتاعه دي كده اها، قوم جاي مختار كله كده ودايس له انتر. ده كده معناه ان هو ايه، اختار الهاتشات بتاعت العمدان كلها، حتى نلاقي بتاعت الهاتش هي اللي ايه فتحت معانا فوق اهو. بس نزوم كده تمام، نقول له اي انتر بالسلام. طيب يبقى انا امر فلتر ده اللي لسه مثلا بنقول اول مره النهارده، الامر ده بيستعمل مع البلوكات او مع الحاجات اللي ما تقدرش تيجي معاك مع لاير ايزو يعني. انت لو جيت حاجه تعملها ايزوليت لقيتها طفت مش قادر تعزلها، فبنستعمل معاها امر فلتر ده. امر فلتر ده اللي هو انت بتبدا تسلكت على حاجات من الخصائص بتاعت الشكل نفسه اللي انت بتبدا تختارها مبدئيا يعني. انت ده ثبت تقريبا في فلتر عموما، بنمسح النورمال فيكتور والبوزيشن، لانه انا مش عايز اختار دي. طب ما انا لو اختار دي، طب ما انا هقف عليها كده بالماوس وادوس اكليك عليها، انما لا انا عايز اختار دي وكل اللي زيها. فبالتالي بيقف معانا، بيجي معانا دور امر ايه، امر فلتر. الامر ده ممتاز جدا، شوف نجازني في حاجات كتير، ولسه والله ما نشتغل برضه، هنشوف ايه بدايه فايدته. طيب تمام، دلوقتي هنخش بقى في الجزء المهم. هيجي الساب بتاعي يشوف المنظر ده، تمام. هو مش هيفهم لي، مش هيفهم لي يعني ايه خطين وبيم ليها سيكنس ان انا اصدرها له كده، لا ده انا بعملها من هناك من الساب زي ما هنشوف. يبقى انا عايز من البيم دي خط واحد. طيب في ناس تبقى ليها طقطان، تقوم جايه عامله لك ايه، جايه هنا جايه لك كده رسم لك امر لاين، تمام، ماخده هنا كده من النص كده، تمام يعني سوري شيفت فين لاين شيفت كليك يمين، اقول لك ميد بتوين تو بوينت، قوم جاي ماخد لك النقطه دي النقطه دي وراسم خط في النص في 8 من سنتر لاين من بي.
سنتر لاين بتاع البيم. طب معلش انا البيم دي كلها اللي انا بتكلم فيه دي عرضها 20 سنتي، فانا إن اخدت هنا يبقى انا اخدت مثلا 10 مليام دي و10 مليام يبقى انا برضو خدت. طب انا مش هتفرق معايا، طب ما انا اخد هنا مين اللي هيبقى مور سيف بالراحه لو انا اخدت البعد الصغير ده. تمام كده. طيب هي بدايه الكاميرا اصلا اوريدي شايله من هنا، يبقى انا لو اخدت البعد الكبير ده انا شايلت الكاميرا كمان زياده في البلاطه 20 سنتي. بس هي بتبقى احنا بنبقى مزنوقين دايما بايه، بفكره الوقت، انا عايز انجز في الوقت واطلع حاجه. بص هي الاكيورسي نوعين، يا اما اكيورسي بتبقى مثلا قليله بس مفيده، يا اما اكيورسي قليله بس ضاره. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا طالما رسمت من على الكاد وهصدر زي ما انتوا هتشوفوا كده، دقه المشروع مهما حصل ما بتعديش 90%، مهما حصل. يمكن ده كمان ده نسبه اللي هو بيجيب 90% ده بيبقى اللي هو الزنر برنس من 40 سنه خبره مثلا بيعمل الحركه دي فبيبقى ظابط ايده. شوف انما ما انا برسم على البرنامج نفسه زي ما هنشوف في الكوردينيت وبالكلام ده كله، انا برسم بتبقى عشان هو اللي بيعمل لي الاوتوميشنج او هو اللي بيعمل لي الشلات اللي احنا هنعملها دي، فبتبقى نسبه الدقه عاليه شويه او بتبقى اعلى يعني من الايه، من اللي احنا بنعملها بايدينا. بس انا ما يهمنيش اللي هي الفكره، اهم حاجه انا عندي ابقى في السيف وفي الايكونومي. انا كده كده اصلا مش هاخد البلاطات دي من على البتاع ده، من على الساب، من على الساب. انا كل اللي انا عايزه ابعاد مبدئيه للعمود. فممكن يعني ايه اتنازل شويه عن حكايه اللي هو الحل بالايه بالمسطره دي يعني. فهنيجي هنا يعني انا قررت خلاص ان اتنازل عنها هنا كده. تمام مع دي لازم بقى نختارهم بايدينا يعني كده، لان انا بختار الحدود دي كده. اخد كل اللي من جوه كده 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 طبعا عندي فكرة احلى لو جبنا هنا كده دي قلنا له لير لير اوف فيل داون مش عارفين نشن عليه. جبنا هنا كده قلنا ان احنا هناخد ايه، ناخد كل دي كده ونمسك الشمدان. تمام مع السلامة. طبعا الخطوط المكسرة دي بتبقى نتيجة امر اكستند، يعني حاول بقدر الامكان ما تستعملش الامر ده. لو جبرت انك تمسح الخط وتركبه من اول جديد يا ريت يعني، انما هو خط امر اكسيدنت بيطلع خطوط بالمنظر ده كده، بيرسم خط فوق الخطوط الاصليه. انت لو تفتكروا ان دي كانت الخطوط الاصليه بتاع، فاحنا لما عملنا اكسيدنت رسم خط فوقيها. فانا ما يعني يا ريت اوتو ديسك والله يعدلوا لنا القصه دي عشان بنتعب والله، والله بنتعب بعدها يعني. هنا كده تمام اهو. تمام. فاحنا هنا بس ايه قلنا هنعدي تجاوزا، انا لا هاخد كاميرات منه ولا هاخد مش عارف، فتجاوزا كده ايه هنعدي. طيب هو دلوقتي الخطوط بقى واقفه والكاميرا مش راكب بعضه ليه؟ لان كان في هنا عمدان. انما انا لا، انا عشان عايز الساب يقراها فالساب لو في مثلا عمود كده بالمنظر ده، هنور بس الليرات كلها عشان نعرف نرسم. لو في عندي عمود كده اهو ايا كان هو عامل ازاي مثلا هنا كده، وفي كاميرا داخله عليه، العمود انا همثله على الساب بنقطه، فلازم عشان هو يحس بالحاجه دي تكون الكاميرا دي مثلا جايه لي كده اهي، ولو في كاميرا تانية تكون جايه لي ايه، جايه لي مثلا من النقطه دي كده عموديه ايه تلمس لاي نقطه جوه. فهنا بالتالي انا همثل العمود ده على الساب في نقطه التقاطع دي. يعني لما اجي اقول له هنا كده بوينت تمام، اجي احط له النقطه هنا اهي ثانيه اهي، احط له النقطه في الحته دي. وبعد كده بتيجي مثلا عليها لو في شلات للعمود ده مثلا هنا كده، لو في شلات طبعا بلاقي لازم ان راس الشل مع راس الكاميرا مع النقطه دي تبقى جايه لي كده. خلي دي مثلا على لير ثانيه اي لون بس يبقى باين اهي كده، تبقى الشلات دي ايا بقى كان هي جايه ازاي ايا مش عارف ايه
مع المحافظة على الاستمرارية بتاعت الشلاية. لازم يبقى في الاستمرارية دي. فأنا لما باجي أصلا أشد الشلتين دول وأنا هعملهم، هلاقي دي باخدها مع دي وأقوم جاي مركبها في النقطة دي. ما ينفعش ما ينفعش، ممنوع منعا باتا إن نقطة العمود تبقى في نص شلاية، تبقى هنا كده مثلا، لا مش هتحس بالعمود. فلازم العمود يبقى على حرف الشلاية. يعني هو لو حد مثلا درس الفاينايت إليمنت، أو ممكن تبقى ليها مسمى تاني اللي هي الجنرال ستيفنس ميثود، هلاقي إن إحنا أصلا كنا بنجيب بنمثل كل نقطة من دول أصلا. يعني لو هو تخيل لو دي النقطة دي كده مثلا أهي، هنفردها لو اعتبرنا ان الشلاله دي كانها مثلا، مثلا اعتبار ان هي مثلا كمكره مكسره، فاحنا هنيجي نفرد الشلاله دي اهي، هيجيب لي خط عامل كده. هنا مثلا في سبورت ما، يعني هنيجي عند النقطه دي مثلا اهي بوينت، هنا في سبورتها تمام كده، فليكن فيكسد مثلا، وهنا فيكسد، وفي النص هنا مثلا في هنجد تمام. طب انا لما باجي ارسم مومنت، طب مش المفروض دي هنج؟ ايه الفرق بين الهنج اصلا والانترميديت هنج؟ هنا دي الهنج دي اصلا معناها ان الكاميرا دي كاميرا كونتينوس مكمله، يعني ده سبورت اصلا. يعني ده في الحقيقه عباره عن ايه؟ عباره عن عمود جاي كده اهو، وهنا عمود جاي نازل لي كده تمام، وهنا عمود جاي نازل لي كده. فالكونكشن ده، دي لو دي مثلا كاميرا، انا ما اقدر يعني ما قدرتش ها اهمل الجزء اللي طلع الفريم اكشن ما بين الكاميرا دي والعمود ده. ليه؟ ان حديد بتلاقيه داخل في الحديد في بعضه كده بالمنظر ده مثلا. يبقى لو ده مثلا حديد العمود اهو، هتلاقيه جاي مكمل كده اهو، وحديد الكاميرا اللي جاي من ورا بيدخل معاه مثلا كده اهو. طب والمنطقه دي مثلا، المنطقه دي مثلا اهي فيها خرسانه، فغصب عني بيعمل بوند هنا، بيعمل ربط ما بين دي ودي، فده بيولد لي مومنت. وطبعا احنا بنشوف المومنت هنا بيبقى، يعني لو دي مثلا بنحلها بطريقه الكود اللي هي مثلا دي دبليو ال تربيع على 24، دي على 10، دي على 12، دي هتلاقيها على 10، فبيبقى كبير. ده اصلا جاي منين؟ ده جاي بقى من طريقه الايه؟ الفاينايت اليمنت. بيقول لك ان عند كل جون دي فيها 3 ديجري فريدوم، زاويه وازاحه لفوق وازاحه جانبيه. ماشي، في الحاله دي احنا طبعا بنهمل الازاحه الجانبيه، فبنتعامل، ما مش هتجري الكاميرا هتروح فين، فبنتعامل مع الازاحه اللي هي الرأسيه الفيرتيكال، سواء كانت لفوق او لتحت على حسب يعني ما بتيجي. وبنتعامل مع الزاويه ان هي ممكن عادي جدا ان الضلع ده اللي هي الروتيشن اللي بتحصل بتلاقيه جاي لك عمل بالمنظر ده. يعني طبعا مش بالشكل اللي هو البشع ده، يعني كده كده اللي هي الزاويه اللي بتطلع منها كده اللي بنرسم منه ديفورمد شيب بتاعنا، اللي هو بيبقى مثلا جاي هنا تلاقيه جاي عامل كده مثلا. فدي بتبقى الزاويه سيتا دي، اللي هي دي زاويه الدوران اللي هيدور بيه. فتخيل ان انت عندك بروجرام بيحل كل نقطه من دي بالجنرال ستيفنس ميثود ده مثلا، وده والنقطه دي والنقطه دي. شوف بقى احنا ما نعملش نلاقي حد يعد احنا هنطلع كام نقطه. فتخيل ان البروجرام بتاع السابدأ بيحل كل واحده دي، بيعمل لها المصفوفه بتاعتها. فانت تيجي طالما هنا دي ما جاتش على العمود، يبقى اصل هو بيقرا ايه؟ هو بيقرا النقط دي، بيقرا النقط دي، ومنها من الكوردينيتس بتاعتها بيجيب مساحه الشلايه. فانت مش حاطط له العمود اصلا على النقط دي، فهو هيقرا ايه؟ صح؟ فعشان كده دايما الحاجه اللي بتتقري ان كانت عمود ولا شير وول ولا كور ولا لازم بنحسسه براس الشلايه طبعا، ولا كاميرا، اي عنصر في الدنيا عايزه يحس بيه تمام؟ ماشي. فهبدا ان انا هنا ادخل الكاميرا مع الكاميرا المتشاله مع العمود، كله يخش لي ايه؟ مع بعضه. اقول له هنا كده اكستند، هنستعمل الامر ده كتير قوي دلوقتي يعني، فانجازا ممكن نعمل كده تمام. وانت هنا لا لا لا، انا عايز ده تخش لي جوه تلمس الكاميرا دي. فهنا ممكن نقول ده كده اوف عشان بس اتاكد انه دخل. ماشي، انا عموما اصلا مش محتاج لير لامدان دلوقتي، انا بس حطيتها عشان تفهموا الفكره اللي انا بتكلم فيها. اكستند، اتاكد بس ان هي كل حاجه داخله مع بعضها تمام. حلو جدا، نور يا عم كل حاجه كده. العمود اهو مع دي مع دي. طيب فاكرين ليه انا اصلا خليت الكاميرا دي اصغر من دي ومن دي، وقلت لازم نتشيك ستيفنس؟ قطاع الكاميرا دي اصلا اصغر هنا من دي ومن دي، وتقريبا تقريبا الطول متساوي، يعني طول الحته دي هنا اهي. طبعا دي كاميرا كونتينوس، فانا هاخد، لو هاخد الطول ده مع ده، فالطول ده ايه؟ متساوي. طب ده شيء كويس، يبقى ده معناها ان الاستيفنس بتاعت دي اقل من الاستيفنس بتاع دي. فبرنامج الساب اوريدي هيفهم ان الكاميرا اللي هي دي مع دي شايلين الكاميرا دي، وبالتالي هنا نفس الكلام، يعني ده هنا الكانتليفر ده شايل الكاميرا دي. طبعا دي حاجه غير محببه اطلاقا، يعني
بس الضروره او الظروف دعيتنا لكده، يعني دي غير محببه بالمره ان انا اعمل كانتليفر اشيله كاميرا. تمام، هي بتحصل بس ما يعني ملهاش لازمه. تمام اهو، والكاميرا دي نفس الكلام بقى. طيب انا لو عايز الاحظ حاجه هنا، بص هلاقي ان الخطوط بتاعتي مش ظريفه، يعني بص هنا متكسره، الخط ده عامل لي كده مثلا اهو، بادئ كده عامل لي حرف ال. الكلام ده ما ينفعش، انا عايز الساب يحس بالكونتينيوتي، يحس ان دي كاميرا كونتينوس، يبقى لازم كلها تترسم خط واحد. اهو بص انا شلت خط، الاقي خط يطلع لي شكل يعني الله يسامحه بقى اللي جايب لي اللوحه اصلا، المعماري اللي جايب لي اللوحه دي. فهناخد من هنا ال، اي لاير مش فارقه، ان احنا كده كده لسه هنمتش. ماشي، كده تمام. هناخد مثلا هنا كده ننظف الكلام ده كده كله، ينفع كانش ينفع الكلام ده. في بتاع بيضة هنا كده ما كانش ليها لازمة. ثانية واحدة، سيدي والله ما عايزك انت ريم. الخط ده كام خط؟ نقول له سنتو باك. انا بقول له سنتو باك ليه؟ عشان يطلع لي كل الحاجات التانية قدام، انا اعرف انا اشوف او في كام خط راكب. لا هو طلع خط واحد والله محترم. هنا نفس الكلام خط واحد، بس انا شاكك هنا في الخط ده. ايه طب يلا مع الف سلام. كلها انا وكان رسمها خد مني ايه. بص اهي بتاع زي دي تعمل لنا مشكلة. يلا باي. تمام، خط واحد خط واحد خط واحد خط واحد خط واحد. طب والله انا استحليت الايه الموضوع ده. تمام طيب انا عايز بقى هنا اخلي الساب، دي كلها كاميرات يعني، دي مارجنال بيم ودي شويه كاميرات كده جوه. عايز الساب اول لما يشوف دي يقول لي ايه، اه دول كاميرات. تمام طيب انا دي كنت عاملها في لوحه الكونكريت دايمنشن بس عشان امثل بيها ان البلاطه دي سمكها اقل، فانا هخليها عشان وانا بعرفها للساب ها اعرف برضو ان الحته دي سمكها اقل. انا مش هعرفها، مش هديها قطع في الساب، انا بس هوردها للساب اول لما بس اقوم احط الحته دي بالقطاع الاقل منها اللي هو الخرسانه الاقل، اقوم ايه قايلها بالسلامه. تمام فدي عشان ما تضايقش حد، بس دي مجرد انديكيشن ليا. هنيجي هنا تمام كده، هنقول له مبدئيا بيرج، في ليرات كتير موجوده انا مش عايزها، بيرجول يا كلوز ريجن، قال لي كده الدنيا تفرفش معاه. بص كده طبعا انا حتى لو ما كنتش عملت دي كان زمان اتشالت، هو شال هنا. تمام قول له لير كده تعالي، هنقول له نيو لير. تمام هنقول له اف اي بيمز، هنديها لون الازرق، الازرق اللي هو الازرق اللي بيوجع العين ده، ايوه ده. قال له اوكي تمام. كل اللي انا محتاجه بس اخد منه خط كده لاين. ايه يا ابني انت مصر ليه تكتب معلق على ام اللاير دي ليه؟ ايه كل اون لاين هنا. تمام كده هاخد دي مع دي مع دي، انا ما اعرفش اصلا هي هعملها على انهي لاير. مع دي اقول له لي ايزون تمام. كل ده كده كاميرات، انا اتاكد بس ان ده كاميرات كله، اقول له ماتش، اديني من دي احط ايه. هو عرفنا عشان نبعد بس عن الرخامه اللي هناك ده. تمام الخط ده نمسحه عشان ما يخشش معايا هناك. نور لي يا عم الدنيا كده جميل. تمام نبدا نحط نمثل عمداننا. طبعا احنا عمدان قلنا هنحطها نقط، حظنا بقى. افتح نو لاير، هنقول له اف اي جوينت.
تمام، نديها اللون الاخضر. هو الساب بيقرا الالوان دي، يا ريت بس نحفظها مع بعض. انا هنزلها لكم في زي شيت كده هي مع البين اساينمنت مع الكلام ده كله، تمام. فهنقول له اف ايجنت نورها لي، ده اللون الاخضر. اتاكد بس عشان احنا لبست المقلب ده كتير. فورمات بوينت ستايل 50%، خد اي شكل من دول يعجبك يعني، انا بحب الشكل ده. تمام، انا حاول نكبرها شويه، نخليها مثلا 8% عشان انا يعني ما اعرفش، طبعا النت بطيء في مصر، كواليتي زباله. فاللي يشوفها بس يشوف النقطه واضحه كده، عشان حتى لو شافها على كواليتي قليله تبقى الدنيا واضحه يعني. تمام، بنقول له بي او تيني بوينت، تمام كده. حدد مكانها، طبعا دول مش هيتغيروا مهما يعني حصل. ده انا نسيت اقول له مالتي بلاي، ماشي مش مشكله، عشان نعرف الامر. من قائمة درو بوينت مالتي بلاي بوينت اه. تمام، طب دي ايه؟ انا عنديش عمدان هنا. ايوه تمام كده اه، هنا كده هنا ما عندي كمان. مش هنا كده، نحطها في اي حته. فنفترض انها مثلا في النص هنا مثلا، دي اماكن indications بس عشان لما اجي اركب الشلات. اماكن indications ما يعني ما مش مشكله، احطها في اي حته. لا والله يعني اي شيء يعني. مش فارقة يعني، مش لازم اعمل خطين احطها في النص ولا هلسة. ده انا نسيته يعني، مش دي مش دي. راح قايمة عمره محتاج محتاجها، مش لاقيها. يا ابني هاتها هاتها اللي انت لسه جايبها. تمام، انا لو جبت دي كده قلت له هنا كده اللي عايزه، بس في حاجة في دماغي بس عايز اتأكد منها. اللي ايزوليت فك كده متبقاش بايخ اهي. عايزين بروبرتيز، مش ليها بروبرتيز. 21 بوينت اللي هم 21 عمود. تمام، طيب نور الليارات كلها كده اهو. خلاص ليه عايزه مش دي 22 كده، نسيت واحدة كده، نسيت عمود ما عملتوش. نور، تعال ندور عليه بقى. طب يا عم امال في ايه؟ انا شايف ان انا منسيتش حاجة يعني. انا هتبقى مشكلة لو طلعنا نسينا عمود يعني، بس انا شايف ان انا مش ناسي حاجة. طب يعني اكيد هو عد غلط يعني. لا هو مش هيعد غلط، انا بستهبل. لا لا تمام، انا بس ممكن وانا بعمل سلكشن. هما احنا كده عرفنا ازاي نعد، وازاي برضو نعرف ايه نتأكد يعني من شغلنا وكده. تمام، طيب دلوقتي يعني بقى النقطة اللي هي يعني دي كده، انا عايز افضي عشان ما اجي ارص شلاتي. همسك دي كده اهو، ده هقول له ايه ايزو. انا كده كده مش تخدمني بحاجة، انا مش عايز منك حاجة اصلا. يلا باي، نور يا عم. تمام خلاص كده، النقط دي معروفة ان هي النقط دي اصلا مكان ايه، مكان العمدان. تمام كده ماشي، قول اوريجن عشان هو بدأ يستهبل بشكل النقط. تمام، ابدأ انا هنا احط الايه الشلات بتاعتي. طيب انا قبل ما احط الشلات هاخد هنا كده. طيب هي دي معمولة على لير ايه؟
اف اي جاين تمام، هنقفلها دلوقتي. انا بس عايز دي يبقى اللاي اوف السلام تمام كده. انا هنعمل حاجه كده بسيطه مع بعضينا، نقرب الموضوع، ناخد هنا دايمنشن هنظبطها بس عشان اكيد هيجي شكله غبي. ده ديم ستايل، يلا يا ابني موديفاي الاوفر سكيل مثلا، نقول نخليه بوينت 2 مثلا، كلوز وريني كده. سبعة وعشرين واحد. طيب تمام، ارسم خط استهبل. اتناشر ونص. يبقى انا كده عشان اغطي المستطيل ده اللي هو هنا كده مثلا، اغطي المستطيل ده اللي هو 27.1 في 12.5، طبعا ده هنعتبره 27 وده نص، اغطيه بشلاية نص في نص. يبقى انا محتاج في الارتفاع ده كام، في العرض ده 27 في 2 يعني 54 شلاية في الاتجاه ده، وفي الاتجاه ده اللي هو 12.5 في 2 يعني 25 شلاية. ده بالظبط اللي احنا هنعمله دلوقتي ان شاء الله، يعني ادينا العمر. ابعد لي عن هنا عشان مش كل ما ادوس تطلعي لي. تمام، قول له لير بروبرتيز اطلعي، هنقول له نو لير، محتاجه اسمها شيلز، اللون هيبقى احمر، الاحمر اللي هو الفاقع ده، اوكي هاتني عليها. ركز معايا في الامر ده كويس، وركز معايا في الطريقه. الشلات ترسم بامر اسمه 3D فيس، اختصاره 3D، هو بتلاقيه كتب لك فيس، بتدوس انتر. تمام، الشلات، شلات السقف بتترسم عكس عقارب الساعه، هو هنا فرض ان اتجاه الموجه بتاع المومنت اتجاه عكس العقارب. تمام كده، شلات اللبشه او اي حاجه يعني من الاساسات او اي حاجه معكوسه، لبشه لبشه سميل بتاع، بتترسم مع عقارب الساعه. بمعنى اصح المومنت الموجب بيترسم عكس العقارب، والمومنت السالب بيترسم مع العقارب. تمام، ركز فيها كويس دي. فانا لك حددت اي نقطه كده، فتحت اف 8، قلت له ان انا همشي نص متر اهو. بص طلع ازاي اهي، مش كده، يبقى انا اهو كده بقت نص متر تاني، همشي كده نص متر هلاقي قفله. تمام، بس احنا نسينا حاجه صغيره، ان احنا نحطها على اللاير بتاعت الشيلز. ماشي، عشان اكتف اللاير دي، كيب ذا لاير اون. تمام، ناخد لاين نرسمه بالشيلز بس كده، مش عايز اكتر من كده. ماتش من دي لدي، متشكرين. امسح اللاين ده لانه هيخش معايا لو ما مسحتوش. بتاع دي هاتها معايا، قول له موف. اف 8، هنحطها هنا كده في الكورنر ده. تمام، هنمسكها كده حلو، ونقول له كوبي اري الامر ده. هقول له يا عم انت عايزها كام في كام، اقول له هنا احنا قلنا 54 تقريبا، 54 تقل شويه كده، المسافه بينهم هتبقى نص. هنا في 25، لا مش في 5.25، والمسافه هنا ما بينهم نص. تمام، هضرب كده في اي حته عشان يكون عملها منظر زي ما احنا شايفين، هيبقى بالمنظر ده كده. حكايه لسه بنقول ايه، هادي هنقول له ايه كلوز اري، شكرين قوي. طيب انا هنا اهم حاجه عندي، شايف الخطوط الزرقاء دي، عايز تختفي بس، ده كل اللي انا عايزه، الخطوط الزرقاء دي كلها كده تختفي.
يعني اركب الشلات على الكاميرات زي ما اتفقنا تمام كده، عشان البرنامج يبدا يحس ان دي كاميرا دي مش عارف ايه. بالمنظر ده كده البرنامج مش هيستوعب ان دي كاميرا. قدامي حل من الاثنين والله، يا اما ارحل الكاميرات دي بامدانها، يا اما ان انا اكيس الشلات عليها. طب انا دلوقتي انا عايز اصمم ايه؟ انا عايز اصمم انا اصلا عايز اجيب ابعاد مبدئيه للعمدان، فمش هتبقى فارقه معايا اعمل ايه قوي، يعني مش هتبقى فارقه معايا ان كنت حركت الكاميرات ولا ان كنت، بس لو انا حركت الكاميرات بالمنظر ده هتميل مني. فهنقعد بقى ايه نعمل الشلات وامرها لله. هنبدا الاول بالجنب الطويل ده، نجيبهم كده حبه حلوين معانا. طبعا بامانه ربنا دي اكتر حته في الديزاين مقرفه وممله وتزهق وبتوجع العين وكل حاجه، فنصيحه وانت وما ينفعش تغلط فيها، ما ينفعش اطلاقا. فوانت بتعملها حاول تعمل حاجه انت بتحبها جنبها، يعني تسمع اغنيه كويسه، تسمع قران، تعمل اي حاجه تريحك نفسيا عموما، لانها ده مشروع صغير. فالمشاريع اللي بحق الله بتبقى مقرفه، وبعدين ده ما فيهوش حاجات مدوره او كيرفات وبتاع، انا هوريها لكم هنا تتعمل ازاي. انما لو بتبقى ممله او بتبقى ممله جدا، فيعني شدوا حيلكم. الشله بتركب كده، طبعا انا عارف ان في كبشه فوق ما خدتهمش، انا واخد بالي عشان ما حدش يقعد قلقان. افتح بقى الاف 8 هنا يعني احسن لي بكتير قوي. اركبي لي هنا يعني، نفسي والله نفسي بس يبقى في ناس بتحس بينا وهم قاعدين. طبعا احنا ان شاء الله لما نوصل للريفت الكلام ده كله هنقعد نفتكره ونقعد نضحك على بعض، يعني يا فاكر لما كنت بتشد الشلات بايدك كده ومش عارف. اه والله يعني الحمد لله الدنيا بتتطور، الدنيا بتتطور. انا انما انا لسه بتزغلل. ايش زي ما احنا شايفين كده. طيب بصوا انا هوقف التسجيل بس عقبال ما اخلص الشلات دي لسبب واحد والله، يعني انت عرفت الكونسبت تمام، بس عشان الفيديو ما يكبرش على الفاضي تمام كده واخد بقى اتاخر يعني انت بس فاهم الفكره جت ازاي. فانا انا هكملها عادي مع نفسي بس مش ايه بره التسجيل يعني تمام. ده بعد عناء والله. اصبح الشكل النهائي للشكل المنشأ بتاعنا. اه بس انا سبقت خطوه يعني انا عملتها عشان واخد عليها، نسيت اقولها لكم، مش مشكله. هنجيب دي كده، بس الخطوه اللي انا بقول عليها دايما هتعمل اي جوينت كده المنشأ كله كده حركوا ليه دول في الاخر. ليه لازم بناخد المنشأ كله ننقله عند الصفر والصفر؟ حد درس بليس شيلز؟ انت كنت بتلاحظ ان كان الدكتور يبقى عطوف وحنان قوي لو جاب لك المساله حط لك المحاور بتاعتها بتاعت البليت عشان تحسب ديفليكشن او المومنت او حط لك على الاطراف في الحته دي كده، يبقى يا دكتور حنان قوي وما بتحصلش. ده بيجي يقوم ايه رازينها لك كده في اي حته هنا وتقعد بقى تاخد المحاور بتاع. ان ده برنامج، ده بروجرام، وشوف انت عندك كام بتاعه وانت لسه هتعمل في كام دور، فانت هتمشيه من كل ده من المحور. هو فعلا بيعمل كده، بيبدا يحسب المسافه دي كلها من المحور ده لغايه هنا. احنا لو خدناه بالتقريب كده طبعا مش هتيجي، يعني لو خدناها كده ده بتقريب التقريب يعني بالبلدي كده، او هنا كده مثلا وقمنا جايبين دايمنشن للبتاع ده كده يبقى فيها 38 متر و8 من 10 يعني 40 متر. تمشي انت من الصفر للصفر 40 متر يوصل لهنا، بعدين يبدا يحسب، بعدين تبدا الداله تتعقد اكتر بدل ما هو مثلا هيعمل ساين ويف، لا ده هنا بدات تنسب لبره. طب انا هشوف حوار حوار على البرنامج، اه بيتقل معاك هنا بيتغابى وبيتقل معاك، فا انجز نفسك ها وانقلها. لا خليك انت دكتور حنايه، ما تبقاش دكتور زي الرخمه اللي احنا بنشوفهم يعني، خليك انت دكتور ابن ناس اهو، وتقول له موف من البيز بوينت اها، تيجي عند تحت هو مش هتنقل معاك غير بالحركه دي، تقول له صفر كاما صفر انتر، تلاقي المنشأ جالك عند الصفر. سهلت على البرنامج يعني، ربنا مسهل عليك، انت خسرت حاجه بالخطوه دي بس مهمه جدا، مهمه فوق ما تتخيل. طيب نعمل تشيكات كده بسيطه، يعني دي مثلا ما اعرفش جايه تبع مين، هنطفي الليارات كلها، هنطفي الليارات ونسيب البيمز بس، نقول لي اوف، نبدا نشيك كده تشيكات بسيطه قوي يعني. هناخد نطفي الشيلز ماشي، اه يعني حته مثلا زي دي اهي، حته زي دي هو دي هيخش على الساب هيقرا دي كانتليفر. طب ما انا مالي هنا ببساطه ترم اهي راحت، ليه يحط نفسي في عقد بتاعه زي دي ما بتعرفش بنت مين، هتقرفك تقرف لك الدنيا ماشي. بص كده على المنشأ بعينيك عموما، طبعا اللون الازرق ده يزغل الاتخانه عين يعني، اسمع علينا تمام. اه الدنيا ورده اهي جميله تمام.
تمام كده. طيب اقول له ترن، اقول له رن، نبص شايف النقطة بتاعت العمود اهي، وادي شلاية التانية التالتة الرابعة اهم راكبين على نفس النقطة، واحنا هنشيك على دي كده بسرعة. تمام، ايه راحوا فين؟ اه تمام زي الفل. ايوه هي مقرفة، هي ملهاش غير كده، لازم تشيك مرة واتنين وتلاتة وعشرة، هي متعبة. بيس تمام اصلي حلو مش وحش. طبعا هنا لما بتيجي تضايق او توسع لازم تاخد بالك من استمرارية الشلات، بص اهي عشان ما تعملش تورشن على الفاضي ملوش لازمة. تمام عينك اوي كده حلو اوي كده. مش نكمل لو عندنا بقى ايه حالة زي دي. طب انا احط الشلة فين؟ اقسمها ازاي كده؟ بص هنبدأ نعمل ايه، نفكر كده تفكير مهندسين شوية. هنجيب اي لاير بس لونها مختلف، تكون اللاير زيرو دي مثلا. تمام ناخد من هنا كده اللاين، خط كده اف 8 اهو كده، وهاجي هنا امسه مع الدايرة دي. شوفوا همس لي الدايرة دي فين. تمام كده انا عايز من هنا كده اقدر امس من جوه ازاي، فممكن ما تجيش كده، فاقوم انا ماخد خط تاني كده للتأكيد اهو. تمام دي حتة احنا بنعمل كده بس عشان نقدر نجيب اول شلة انا احطها فين. طيب كده اظن اتضحت الصورة، انا عايز بس خط من هنا يمس دي اهو كده، وعمودي على ده يقدر هو برضه نفس الخط ينزل لي النازلة دي. بس جميل اوي. تمام اقول له 3 دي فيس، اجيب اللاير بتاعت الشلات برضه. تمام اقول له 3 دي فيس كده، ابدأ لي يا عم من النقطة دي، هرسم شلاية متر في متر كده في متر كده، لها قفلت اتلونت. اخد الشلاية الجميلة دي كده اقول له بامر الري خلي لي المسافات دي كده واحد. طبعا انا هنا مش قايس قطر الدايرة ومش قايس حاجة يعني، فهنضطر نستعمل ايه الوايم ازاي يعني اهو كده، والله عند الزرار الجميل ده كده قوم جاي شادد اهو بالمنظر ده كده لغاية اما الشكل ده كله ايه يتملي بالحب يعني. برضو ايه ابدأ كده ايه اظبط الدنيا يعني مخليش فيه ايه زيادات كتير. طيب حصلت اه، دي كانت بس مجرد خطوط كده بدايات. متشكرين جدا، قول له كلوزر ايه خلاص انا خدت منها اللي انا عايزه، قول له متشكرين اللي معاليك انا مش عايز دي ومش عايز دي. طبعا دي بقى ايه اللي هي ابوخ الحالات اللي انت هتشوفها في حياتك يعني، خلاص متهيأليش في بلاطة هتيجي بمنظر غير كده يعني. حتى قصها بارد يعني مش عارف اقصها. مجرد هنتفع يعني. طيب هنيجي هنا نعمل ايه بقى؟ على فرض انا عايز مجموعة الشلات دي تركب على البلاطة دي، فبقوم واخدها كده من هنا اهي كده ومنزلها على الايه العمودي. ايوه انا عارف ان هي بايخة. تعالي العمودي بتاعك كده تمام، ودي كده تجيلي هات العمودي
هنا كام؟ تطلع للايه؟ العمودي هنا ما جابتش، انا ما شفتش. تمام اهي كده بص، لا البلاطه هنا ازاي ركبت، هي بدأت تاخد ايه شكل الدائري. يعني لو جينا برضو عند حته كمان عملناها، بس احنا ممكن نمسح حبه حلوين كده. تمام لو خدنا دول كده مع بعض الاربعه دول، شفت كده كده هيلقط لنا العمودي، بس ده طبعا افضل. طبعا كده اهي بصوا، يعني لو اخدنا الحته، طبعا مش هقعد اعمل كل ده كبير قوي، اخدنا الحته دي كده من البلاط اهي، استورت ازاي. طيب عايزين نجيب المايل، طيب نيجي بقى عند ضلع المايل ده نفس الموضوع. بص في الشلاية كده كده نجيب دي على عمودي دي نفس الكلام على العمودي بتاعها كده، ودي معني تروح هناك معني. انت اصلا ما بتاخدش اللاش اللي كده زي ما انت بتكبش حبه يعني. تمام طبعا اللي هو اللي بره ده ملوش لازمه خلاص، يعني دي كده ملهاش لازمه اصلا، زيها زي دي برضو كده معني مش لازمه. طب هنعمل ايه؟ نقفش دي كده، ناخد الحبه دول، ناخد الحبه دول كده على عمودي اهو خدهم كده بالعمودي ماشي، دي ودي كده باي السلامة. طبعا دي شغلانة مرة يعني هكذا هات العمودي كده خلاص بقى، حتى كده المسح بقى اسهل يعني. وين لو مسحنا دي كده خلاص، عايز دي ممكن تخش جوه، هات لي الحبة دول كده اهو، هات العمود بتاعها اتكل الله انت كده ماشي. نجيب دي كده ايه، تعالي انت معاهم برضو، دي اصلا هتتمسح السلامة، ودي كده هتيجي هنا. هنقعد بقى نلايقها، وهنا مش هيلقطها بالسناب، هنفتحها اوبجكت سناب، هنفتح معاها ال intersection خلاص، نفتحهم كلهم بقى خلاص، طالما طلعت من حتة الدايرة دي مش مشكلة. تمام
هيبقى دي، بص المنظر اهو، ادي الخط اهو، لو عملت ريجن هنلاحظ ان الخط الاخضر ده هيختفي كده، الخط الاحمر كده خلاص كده الشريط طاغت على الموضوع. فاحنا كده عرفنا ازاي نتعامل مع بلاطه بالمنظر الغبي ده. طبعا ده طالما ده مايل بقى، ممكن هو نفس الكونسبت لو بلاطه مثلثه مضلعها اي بلا يعني اي بلاطه ممكن تشوفها، هو ده هيكون الكونسبت بتاعها. فدي العاديه ودي الايه المرضى. طيب هنقول دي بالسلامه، نرجع لبلاطتنا التانيه، ريجن 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 لبكره. تعال عندي في تمام انا خلاص كده، دي انا خلصته، مش عايز منه اي حاجه تاني، نقفله ونبدا ايه مع برنامج الساب. فين نو مش عايز حاجه، دي الانترفيس بتاعت الساب. هو بيقول لي انت عايز تصمم ايه، دي يعني احنا غالبا ما انا مستعملش يعني حاجه منهم غير ما اخش 3D، يعني مثلا 3D فريم 3D تراس تمام، انما العادي كله لا انا بحب انا ارسمه، يعني انا ارسمه بايدي احسن يعني عشان ما اخشش بالتمبلتس بتاعته يعني. فوالله انا دلوقتي هظبط وحداتي طن متر سلازيوس. طبعا احنا بنحب نشتغل بالطن لان هو من اكتر الوحدات المحسوسه، تبقى انت حاسس باللود يعني، كيلو نيوتن وبتاع جو الكليات ده برده ما تبقاش يعني، لو قلت كيلو نيوتن ايه يعني مش فاهم يعني. ان مطار لما تقول لحد 2 طن ربع طن نص طن 10 طن بيبقى ايه، يبقى الحمل محسوس كده، انت فاهمه، انت فاهم قصدي. بلانك تمام، دي النافذه او الويندو بتاعت 3 دي مش هنحتاجها دلوقتي، هنقفلها من هنا. طيب انا دلوقتي بقى عايز امبورت الفايل اللي انا عملت له على الكات، ادخله هنا معايا على الساب، فهقول له فايل امبورت لازم يكون بصيغه الدي اكس اف فايل. تمام نروح على مكانه، مش فاكر انا كنت حاطه فين ده، اهو اهو الساب موديل. تمام هنا بتاكد الوحدات بتاعتي طن متر سليزيوس، الجلوبال اب دايركشن هو اتجاه زد، يعني اتجاه زد هو اللي طالع لفوق كده تمام، مش نازل لتحت، مش قالب الجلوبال يعني. تمام اوكي، سبيشال جوينت هنا بيسالني ايه عن العمدان، لان مثلا العمدان بنقط، فانا هقول له هاتها لي من اف اي كولوم. اوكي اول ما بعمل كده بقوم جاي مسلك عليهم كلهم كده، محددهم كلهم كده، وجاري على طول مديهم اساين جوينت ريسترين. انا بمثل العمود كانه ايه هنجت سبورت او اتصال العمود، هنا بمنتهى البساطه هنا انا مش بمثل العمود مع القاعده، لا انا هنا بمثل اتصال العمود مع البلاطه، اتصال العمود مع البلاطه، فبيبقى طبعا ايه هنج جوينت، ودي مش صح ومحدش اشتغل بيها، انما احنا بنعملها عشان نجيب ابعاد تقريبيه للعمود. تمام انا هقول له اديني الاكس واي بلان، همسك العمدان دي غير لها الليبل بتاعتها، يعني اصل انا هنا بص اقول لك على هوريك واحد، لو انا قلت له شو ليبلز، شوف البدعه 18 11 مش عارف 13 مش عارف ايه واحد، ده لو تفتكروا ده الترتيب اللي انا رسمت بيه الجوينت دي اصلا على الكاد ده. تمام كده، فاحنا هنيجي هنا نعمل له كده ونقول له edit change label، هقول له سي امشي لي كل واحد تمام كده، لا من الاكس للزد تمام، edit author label on the list، برضه ما اقراش بما يرضي الله يعني، نقول له اوكي. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه ادي سته ادي مش عارف ايه، ممكن نعمل محاولة تانية كده، لو اخدت انا دول بس كده معايا edit change label، اهو مش هغير حاجة هنا بالطريقة دي، put the label on the list، هو زي ما سمعت فعلا الفيرجنز الجديدة مش بتغير اي حاجة، بتاخد بالترتيب العكاد، فاحنا حقتنا رسمناهم عادي العكاد دي ماشي. تمام في لو بصينا لل 3 دي هنلاقي اهو ادي العمدان او اماكن اتصال العمدان شايله، بعد كده هدخل الكاميرات من فايل امبورت
من الاوتوكاد دي اكس اف ساب. اوكي فريمز هقول له انا كنت راسمها على اللاير اسمها بيمز اهي دخلت معايا اهي تمام. هبدا الاول ادي قطاع للكاميرات دي. طيب هنا هل قطاع الكاميرات كان كل واحد؟ لا راح الاكس واي بلان تمام. كان عندي الكاميرا دي بص اهي مسكناها بقت كاميرا واحده. لو تفتكروا هناك احنا عملنا ايه؟ رسمناها كلها خط واحد. طلع لي هنا كاميرا ايه واحد ودي 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 تمام. دول احنا هنمسحهم دول كده هيتمسحوا دول مش كاميرا. هنقول له من هنا من ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن هنرسم الثلاث سكاشن اللي احنا معرفينهم. قول له اد نيو بروبرتي تمام ستيل. لا احنا هنرسم لك كونكريت ريكتانجولر. طب ليه ريكتانجولر مش هاخدها تي سيكشن تمام؟ يعني انا كان ممكن اروح للستيل اخد التي سيكشن ده وانا ابدا اغير من جوه الماتيريال بتاعته واعملها كانه كونكريت. امال ليه هاخدها كونكريت ريكتانجولر؟ انا هنا مش بدايزن كاميرا لوحدها تمام؟ ده انا هنا الكاميرا دي جوه السقف. فهو انا هدخل ابعاد الكاميرا دي وهو الساب هيفهم نفسه ساقط الكاميرا دي من السقف قد ايه وفين الحته بتاعت الكومبريشن زون والتنشن زون كانت ريكتانجولار ولا كانت تي. وما انا بستعمل برنامج ليه؟ عشان هو يشتغل مع نفسه. انما انا لو واخد كاميرا بعدها يعني لو بحل كده بقى ستراكشر واخد كاميرا بعدها الكاميرا دي ممكن تبقى سي سيكشن تبقى ال سيكشن تبقى مش. لان انا واخد الكاميرا بره بحلها لوحدها. انما طالما الكاميرا جوه منشأ خلاص ما بتفرقش هو بيشتغل لوحده. فهنا هنقول ده القطاع ده مثلا اسمه بيم 25 في 70 اللي كنا معرفينه. الدبس 7/10 الويتس 0.25. مش هنلعب في الموديفاير مش هنلعب في اي حاجه لان ده انا مش هاخد من ده اي حاجه اصلا تمام. اقول له النيو ريكتانجولر هنخليها بيم. كنت عامل 12 في 60 يبقى الدبس هيبقى 6/10 ودي بوينت 12 تمام. طب على فرض انا عايز اعملها كاميرا مدفونه تبقى دي 6/10 ودي ال 12 خلاص دخلت جوه السقف تمام. اوكي هات كوبي عشان ما اقعدش ادخل على الليله دي كلها. ايه ده جاب لي ستيل ليه؟ بيم برضو كانت 12 في 60 دب 6/10 12 تمام. شايف بس اقطع مش عارف انا حاسس حاجه غلط. دي كوبي هي 12 في موديفاي 12 في 40 والدبس هيبقى 4/10 مش 6/10. اوكي تمام. ده القمر اللي هو ال 25 في 70 ساين فريم سيكشن. نديله القطاع ال 25 في 70 تلاقيه كتب عليه بي 25 في 70 اهو تمام. سيبك بس من الدوشه دي كلها هنبين كل حاجه دلوقتي. طيب الكاميرا دي كانت هي الوحيده اللي كان قطاعها 12 في 60 ساين فريم سيكشن. اللهم صل على النبي. احنا قلنا كان 12 في 60 اوكي وناخد دي او صف الكاميرا ده بقى كده كله تمام. هندي له assign frame section 12 في 40. نعمل بس من هنا حاجه كده عشان تبقى الكاميرا باين نتاكد منه. نقول الجوينت ما تبين ليش الجوينت اصلا. يبقى انا هنا معايا الكاميرا دي 12 في 60 25 في 70 12 في 40 زي ما احنا كنا عاملينها. ده القطاع اللي هو الضمي الوهمي اللي احنا لسه هنشيله حالا اللي هم الكام كاميرا دول. بس عشان لما بعمل الشلات عشان مستوردها اعرف ان دي شله حمام انا بحط سمكتها وبحط اسمها.
يبقى احنا خدنا بالنا ان عندنا امرين مهمين قوي في الساب، امر ديفاين او قائمه ديفاين وقائمه اساين. انا لما اكون عايز اعرف اي فريم سيكشن، يعني ايه فريم سيكشن؟ كاميرا دي فريم سيكشن، اي ان هو بيكون عنصر بيترسم على شكل خط، على شكل خط، يعني كاميرا، عمود، فريم، تراس، بتاع، كل ده بيتقري تحت كلمه فريم سيكشن. فلو عايز اعرف قطاع كاميرا مثلا، فبقول له مثلا من هنا من ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، ده ببدا اعرف ابعاد القطاع ده كخرسانه. فمثلا لما اقول له اد نيو بروبرتي يعني كونكريت مثلا، تمام، هنا انا بكتب اسم القطاع مثلا في اي مكان، بدخل ابعاده هنا الدبس وهنا الايه الويتس. في كلام تاني؟ اه طبعا في كلام تاني. في حاجه اسمها سيت موديفايرز، تمام كده، بيقول لي الاكسيال اريا، الشير 3 3 والشير 2 في اكس وواي، والتورشن لو عايز انا احرر الكاميرا من التورشن. طب المومنت اوف انيرشيا، الانيرشيا بتاعتها عند الاثنين، الانيرشيا بتاعتها عند 3، يعني انا اقدر اسحب قد ايه من السقف. الكلام ده كله بيبقى في الايه، في قطاعات الكاميرا. في العادي يعني انا لما باجي بقى عايز اعمل واخد مومنت صح، بخلي دي اعلى من السقف، يعني انا بجيب السقف مثلا بديله ربع، بدي ده في المومنت بديله نص، وبدي العمود بخليه واحد، بشيل العمود ايه الدنيا كلها. ده مدرسه طبعا، انت بتبقى حر يعني، انا ببقى شايف ان على الواقع ان هو بيتنفذ بالترتيب ده او بالتدريج ده، فعشان كده بحب اطبقه هنا يعني. تمام. طيب ده كل اللي يلزمنا من امر assign، ان احنا كده عرفنا define، قصدي ازاي عرفنا. طيب انا عندي بتاع زي دي كده، هو ملوش لازمه اهو، اهو بيقول لك ان الدبليو 18 في 35 ماشي. انا عايز اديك قطاع مثلا 12 في 60، بقوم دايس عليه كده اهو زي ما دوست عليه، بقول له assign. قائمه assign دي هي القائمه الخاصه بكل حاجه للعنصر، من جهه ان انت تدي له سيكشن وتدي له احمال، تمام. فبقول له مثلا ده فريم، بقول له فريم لود مع الجرافيتي مثلا، انا كده احط حمل، مش مشكله، حمل في اتجاه زد مثلا، فليكن موزع ناقص 10 مثلا، ايه المكان يعني، هنشيلها بكل حاجه ثانيه اهو. تعال نشوفها في 3 دي. احط لك الحمل هنا اهو، بيقول لك ان دي عليها حمل ناقص 10، تمام. جه لي هنا، شيل لي الكلام ده كله، مش عايزها لا هي ولا باحملها، مش فارقه معايا قوي، تمام. طيب انا عندي كاميرا زي دي، عايز اديها سيكشن، عايز اديها قطاع، فبقول له assign frame section، اديها اي قطاع من دول، بقوم مختاره كده مثلا اهو، اقول له اوكي، فتقوم جاي مكتوب عليها القطاع اللي انا ايه اختاره. عايز اديها اي قطاع تاني مثلا عشان يبقى باينه بس ان احنا غيرنا فيها، assign frame section 12 في 60 مثلا، اهي بص هتلاقي كتبت عليها 12 في 60، تمام. كده انا دخلت الكاميرا ودخلت اللي هو ما يسمى بالعمدان، يعني هو مش عمدان ولا حاجه اهو، باين على كام جوين دي 3D، تمام. انا بس عايزين نبين الريسترينز ها، تمام كده. يبقى انا ناقص ادخل البلاطه نفسها، فبقول له امبورت اوتوكاد، السب موديل بتاعي برضو نفس الكلام زي اللي قبله. باجي عند الشيلز بقول له اديني اللاير اللي انا مسميها شيلز، تمام اوكي. كده دخلت البلاطه، طبعا زي احنا شايفين الحمد لله يعني البلاطه متماسكه جدا، ماسكه نفسها، ما فيهاش تمام، في كل الشيلات مستمره الحمد لله يعني. بقول له اديني الاكس واي، تمام. هنا انا اول حاجه هعملها هعرف البلاطه دي سمكها. طيب انا هاخد ده كله كده الاول، تمام، اخرج منه، اقول له ديفاين، تمام كده. انا دلوقتي عايز اعرف البلاطات. طيب انا كده كده عندي البلاطه دي مع دي مع دي، الصف ده كده كله مع بلاطه الحمام، هو سوليد سلاب سمكتهم كام؟ 12 سم تقريبا، زي ما كنا عاملين في الكونكريت دايمنشن كانت 12 سم، تمام. فهاجي هنا اقول له ديفاين سيكشن بروبرتي اريا سيكشن، اريا سيكشن، تمام. باجي هنا اقول له اد نيو سيكشن، اسمه ايه؟ اسمه سوليد سلاب، سوليد سوليد سلاب 12 سم، تمام. باجي في الممبرين، الممبرين هي مقاومه البلاطه في النورمال فورس، طبعا دي هنا بالسلامه، انا كده كده ما بعملش بقى اي حاجه، وبدخلهم زي بعض وخلاص. البندنج طبعا مقاومه البلاطه في المومنت، طبعا المفروض بطرح منها الكفر، بس في الديزاين بتعدي يعني ما بتفرقش كتير. اوكي هقول له اد نيو سيكشن او اد كوبي بقى من دي، خلاص اغير بس الثيكنس، هنسمي ده فلات سلاب،
كان 22 سنتي، هنا تبقى 2 من 10، وهنا 2 من 10. اقول اوكي. اوكي ادي كل حاجه قطعها. الاول هفرض ان هو كله هنا كده فلات سلاب. assign area section، هديها كلها فلات سلاب 22 سنتي. بعدين هاجي اختار البلاطات دي كده اهي، مع البلاطات دي كده كلها. دي بلاطات السوليد سلاب اللي عندي، اقول له assign area section، اديها سوليد سلاب 12 سنتي. تمام كده. طيب هنا خلاص اصبح الكاميرات دي ملهاش اي دور عندي، اللي هم اللي انا كنت عاملهم زياده دول. فاشيل الاريا اقول له نوتن فيو، واشيل دي خليها نوتن فيو. يبقى انا عندي الكاميرات دي بس، يبقى انا همسك دي كده، انا مش عايز دول. ديليت. تمام. ابين تاني الاريات. اوكي. تمام. هنا لو لاحظنا بص هتلاقيه لو دخلنا على الشله دي زوم كده شويه، يكتب لك ايه؟ سوليد سلاب 12 سنتي. تمام. هنا هتلاقينا بص كاتب لك ايه هنا كده، فلات سلاب 22 سنتي. كده خلاص الدنيا دخلت. عندنا ندخل احمال بقى، يعني هنا بص، بص هنا الكونكشن ده فلات سلاب سوليد سلاب، بس كده زي الفل، الدنيا كده جميله. تمام. طبعا الموديل ممكن نفس الموديل ده يخش على جهاز تاني يبقى بطيء ويبقى يخنق. السبب ايه؟ السبب زي ما احنا عملنا، احنا ريحنا البرنامج، فالبرنامج ايه؟ بيريحنا يعني. تمام. ادي منظر ال ما بين الريسترينتس بتاعت الجوين. ادي منظر البلاطه، بس جون ديفورمت شيب ما ادانيش بس الشكل اللي مش عايزه دلوقتي. تمام. لو عملنا هنا مثلا المنظر ده كده، لو قلنا لك ستريت فيو اديني سمكات. تحس بص ادي البلاطه اهي، بلاطه، وادي الكاميرا بص متجسمه، الدنيا ظريفه يعني. تمام. لو انا عايز ابين الكاميرا اقول له شرينكج كده، خلاص هو كده عمل لي كل حاجه شرينكج، فالكاميرا باين الكلام ده كله يعني مش موجود يعني. تمام. بعد كده هبدا ادخل الاحمال. طيب قبل ما ادخل الاحمال لازم اعرف اللود كيسز اللي عندي، فبقول ديفاين اللود باترن. عندي الديد لود، السيلف ويت مالتبلاير بواحد، يعني خلي البرنامج يحسبه لي مش مشكله. بعدين اقول له انا عندي لايف لود، التايب بتاعه لايف، السيلف ويت مالتبلاير صفر، مش عايز البرنامج يحسبه لي، اقول له اد نيو. عندي الفلور كفر، تمام كده، التايب بتاعه ديد، بس انا عايز السيلف ويت مالتبلاير زيرو، انا اللي هدخل الفلورنج كفر، اقول له اد نيو. بعدين عندي الوولز، السيلف ويت بزيرو، اقول له اد نيو، انا اللي هدخلها. اوكي كده احنا دي عملنا من ديفاين لديفاين لود باترن، احنا كده حددنا حالات التحميل الايه، سوري انا اسف، الاحمال، نوعيه الاحمال اللي عندنا، اللي هي الديد لود ده بيحسبها البرنامج، اللايف لود انا بدخلها، الفلورنج كفر انا بدخله، الولز او الول لود انا اللي بقى ايه بدخله. تمام كده. اقول له اوكي. بعدين بنعمل الكومباينيشن بتاعتنا اللي هي الالتيميت والوركينج، بقول له لود كومباينيشنز، قول له اد نيو كومبو. الكومبو الاولاني هنسميه وركينج. تمام. هندخل فيه الديد، هنقول له اد الفلورينج، اد اللايف، الوول الاول اقول له اد، اللايف لود اقول له اد. تمام. هنا احنا لو نلاحظ ان ده الديد لود، ان احنا بنيجي مثلا بناخده ايه، بنقول ان الديد لود ده بتساوي الاون ويت زائد الفلورينج كفر والوولز لو في حاله الايه فلات سلاب اهو مع بعضهم. تمام كده. وده اللايف لود، ده الحمل الغريب. طب ده اصلا وركينج، مش ما فيش ان انا مش بضرب في سكيل فاكتور، يعني مش بضرب في 1.4 على 1.6. فبقول له اوكي انا كده عملت الحاله الايه الوركينج. بقول له اد نيو كومبو تاني، انا عايز الالتيميت، اقول له الالتيميت. تمام كده. باجي من تحت بدل ما اقعد ادخل كل حاله واضربها في سكيل فاكتور وبتاع، لا انا عايز انجز، بقول له ادي الوركينج اضربها لي في 1.5، اقول له اد. اوكي كده عملت الايه الالتيميت والوركينج، اقول له اوكي على كده. تمام. نبدا بقى ندخل الاول الاحمال على الايه على البلاطات. هنيجي هنا اقول له تعالى هندخل الاول الاحمال كلها كانها هي ايه، يعني انا عندي هنا مشكله، انا عندي هنا فلات سلاب وهنا سوليد سلاب،
هنا الحوائط او هنا السقف شال حوائط وهنا السقف مش شال حوائط. طب انا هنا الحوائط ادخلها فين؟ ادخلها على القمر، وهنا اسيحها على السقف. طب هنعمل ده ازاي؟ باجي على الاول بعمل الاحمال اللي هي مشتركه، فبقول له اساين اريا سوري اريا لود يونيفورم شيل، بقول له هتدخل لي في الحاله دي، لا انا كده كده انت اللي هتحسبهم لي. دخل اللايف لود بكام؟ بوينت 2 من 10 طن. جلوبال في جرافيتي قول له ريبليس ايون 2 من 10 طن. بعدين والله يا عم تعالى اساين، نعلم عليهم تاني اساين اريا لود يونيفورم شيل، دخل لي في الفرونت كفر. عايزين في الفلور كفر هنحط اللود هنا بوينت 1.5 تشطيب بتاعه طن. بعدين هنعلم تاني، هندي السقف الاول كله هنديله وولز، ففي اساين اريا لود يونيفورم شيل هنديله ايه؟ هنديله في الوولز، في الوولز هنديله الوول اللي هي بوينت 18. طيب انا هعلم على البطاطا اللي مش شايله حوايط اللي هي دول كده اهم، واجي قائمه اساين اريا لود يونيفورم شيل، اجي عند الول اتاكد ان هو ريبليس او حاططها بزيرو بس. طيب لو نلاحظ هنا حاجه، انا عايز اتاكد بس ان الاحمال كلها دخلت، اجي عند اي شلايه من هنا كده اقوم دايس كليك يمين ابص على اللود واحدة، ندوس على جوينت نجيب هنا كده قول لودز، بيقول لي والله ان اللايف لود بتاعك اهو ب 2 من 10، فورين كاب ب 15 من 100، اليونيفورم او الوول لود بكام؟ بوينت 18. طب تمام، طيب دخلني على البلاطه دي اللي هي السوليد، دخلني برضو عند اي حته فيها كده كليك يمين بقول له رين لودز، بيقول لي والله انت مدخل عندي هنا لايف لود ب 2 من 10 والفلورين كفر بوينت 15 والديد لود ايه؟ انا حاسبه. طيب كده تمام، لا متشكرين. تمام كده، حلو قوي كده، كده جميل قوي كده. انا تقريبا خلصت الاحمال وخلصت كل حاجه، هقول له بقى من هنا هبدا ارن البرنامج عندي، اقول له رن، اجي عند حاله الموديل دي، دي حاله مع الجهاز عاملها، بقول له دونت رن، اقول له رن ناو، هيطلب مني ان اسيف، لازم اعمل له نيو فولدر احسن عشان ما يزرطليش الدنيا، بيطلع فايلات كتير قوي. سيف نهرب لي سنه هنا، اشتغل تمام. اول حاجه ببص عليها بقول له شو ديفورمت الديفورمت شيب على الحاله الوركينج عشان ابدا اتشيك ديفليكشن بتاعي. انا خايف مثلا من البلاطه دي اهي، بشوف اليو 3 بتاعها اهو اللي هو 0.00645، طبعا دي سيف ديفليكشن من غير ما احسب ديفليكشن ولا حاجه، قليله جدا في نص البلاطه كده 0.0015 لتحت، تمام كده الديفليكشن سيف جدا تمام. انا يعني انا هقولها بس ده مش صح، يعني ده مش صح ان انا اخد من الساب اخد منه ان انا اصمم ببلاطه يعني. ماشي، فبقول له والله شيلز تمام كده، ارد لي على الحاله الالتيميت، اديني الام 1.1 اللي هو المومنت في اتجاه اكس. طبعا الحاله دي هيطلع المومنت كبير جدا يعني، ما هو يعني انا عندي حدود المومنت من 4.8 من 10 في الموجب لسالب 10.8 من 10، ده في الفلات سلاب. طبعا دي بتوصل، بص هتلاقيها في امتى؟ في ركزة العمود. ده اصلا ده مش مومنت ما يتاخدش، لان العمود هنا هو اري جوينت، انما هو اصلا عمود ايه؟ اريا. فانا بص هنا الحته دي فلات سلاب مثلا، انا في نص البحر اهو، في نص البحر ما بين عمودين، ما ده عمود اهو وده عمود، وانا هنا في نص البحر، والمفروض يكون المومنت ايه؟ سفلي. ببص والله ده المومنت موجب يعني سفلي 2.16 تمام. يبقى انا كده بس كفكره ان انا داخل صح، انا داخل صح. هنا اهو برضه في نص بحر عمدان اهو،
من 3 وده مش عارف ايه المهم السفلي هنا، اول ما اخش ابدا الاقي ايه في بحر العمود هنا عالي. فهنا طبيعي ان احنا لما نيجي نصمم السقف لسه انا سايب الكلام ده للسيف ان شاء الله. اه لا ده انا هحتاج هنا حديد اضافي علوي ومش عارف ايه. هنا مع دخله الكمر بص اهو ده السقف السوليد سلاب، طبعا دي ايه من المومنت العاديه جدا على السوليد سلاب اللي هي جوينت 5 8 ده طن متر طبعا، هو المومنت عليه بيبقى قليل تمام كده. احنا بنقرا ازاي؟ بنقرا اهي اهو دي الحدود بتاعتي، وبعد كده بنبدا نحط حاجه اسمها كنترول رينج. انا مش هقول الكلام ده دلوقتي لسه يعني كل مقام المقال يعني، وابدا اشوف هو سايف معايا فين، طبعا محتاج اضافي فين الكلام ده، بس لسه يعني ده ايه ده مش وقته دلوقتي تمام. امال اللي عايزه من الليله دي كلها عندي ايه؟ طيب هنا لو انا عايز اعرض المومنت على الكاميرات بقول له فورس، هنا ستريس لا انا متشكر مش هحل انا الكلام ده، مومنت 3 3 تمام كده، بقول له شو فاليو وقفني في 3 دي الشيلز والكلام ده نوت ان فيو، انا مش عايز اشوف غير الكاميرات ها ده الشكل المومنت. طبعا برضو احنا ما بناخدش المومنت كده، انا بخلي البرنامج يصدره لي بس يعني ده عشان نعرف ان هو المومنت مش صح. بص هتلاقي هنا عند الجوينتات دي بص هتلاقي زيرو مومنت اهو، يلا يا ابن حمد اهو هنا فين المومنت ده؟ اه طب احنا هنا كده عندنا مشكله. طب ثواني افك الموديل اكس واي، بص ثواني انا دي كاميرا باديه من العمود ده للعمود ده، فانا من حقي اعمل الحركه دي، امسك الكاميرا ده كله كده واقول له بسم الله انا مش شايف بس اساين فريم ريليس، هقول له لا فك لي المومنت 2 2 من البدايه والنهايه والمومنت 3 3 وحررها لي من التورشن عشان ده كاميرات اجيد من ناحيه واحده، اقول له اوكي تمام كده. تعال نرن كده رن ناو اخش 3 دي اديني شكل الفريم مومنت 3 3 كده بص اه ده كده الشكل المظبوط بتاعنا اهو كده، مفيش مومنت في الحته دي خالص. طبعا ده هيكبر المومنت شويه في نص البحر مش مشكله تمام. ده هنا المومنت العلوي كده بنعرض، بس ده الكلام ده كله بس مجرد ان انا بس بفرقه على المنظر لسه ليه يعني وقته ما نيجي نصمم الكاميرات ونصمم الحاجات دي تمام. هنقول له هنا بقى اللي انا عايزه اصلا منه جوينت على الحاله الالتيميت اعرض، طبعا انا هنا عاملها نوتن فيو اديني دي كده، خلي كله خلي النوتن فيو دي فيو، ده انا عايز ريسترين وعايز معاها الليبل تمام. اي حاجه تانيه انا مش عايزها نوتن فيو دي كده ردود العمدان، ما يهمنيش ان انا اقرب المنظر ده تمام. انا اللي يهمني بس ان انا اقول له اديني كده 3 دي تمام، قول له صدر لي الاكشنات دي، هقول له من ديسبلاي شو تيبل تمام. بنقول له ان احنا عايزين هنا نطلع من الاناليسيس ريزلت نطلع الجوينت اوتبوت طلع الرياكشن طلع التيبل بتاع جوينت رياكشن تمام. هقول له والله اديني اللود كيس اللي عندك، انا مش ليه اه دي الالتيميت والروكينج كيكا بصمم التيميت بس، قول له يا عم اديني التيميت ايه بس اتاكد بس من اللود باترن اه واخد الديد والفلور كفر واللايف لود والولز. طب تمام قوي كده اتفضل، بقول له اوكي بيطلع لي الجدول زي ما كده سي 1 سي 2 سي 3 كل عمود معاه الكيس مش عارف. طبعا مش ببص في ده، بقول له فايل اكسبورت اكسبورت تو اكسل طيب بص الاقيه تقريبا جالي تحت بس حلو قوي شاف ده كده كده بقى انا اقول باي باي للساب انا مش عايزه تاني تمام. انا كده مش هستعمل الساب تاني اصلا في البروجكت ده خلاص، متشكرين قوي كده. باجي هنا احنا بقى دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نعمل العمدان وازاي نمزجها، ومش هسلحها عشان محدش تعود يسلح بين ايه بين من الساب يعني، لسه في ليله على العمدان دي، لسه في احمال هورزنتال ولسه يعني في دنيا ودين ازاي اسلحها دلوقتي. انا بس بفرض ابعاد كده بس ابدا اخش بيها الايتام تمام. عندي الخانه دي مش عايزها، مع دي مع دي
معدي بالسلامة، كل دول كده بالسلامة. مبدئيا اوعى تشتغل على الموديل اللي بتاع ده بيديهولك، لا احنا بنعمل فايل جديد تاني مع نفسنا احنا. كل ما شفت اكسل ايوه افتح لي فايل، تمام كده. نيجي هنا بيجي لاوت، وديني يا عم على الشمال، تمام كده. ها احنا نصمم العمود ده على اف سي يو كام؟ نصممه مثلا على اللهم صل على النبي، على اف سي يو 300 مثلا، تمام. فهنعمل كده مثلا، هنجيب الخانات دي كده مع بعض، ننزلها كمان حتة كده، اقول له انا اظبط، انا اظبط بس المنظر يعني. ميرج سنتر، والله هتاخد لي بس الخانات دي كده كلها مع بعضها. هنكتب هنا، هنقول الكولوم، كولوم شيت، تمام كده. الاف سي يو المستخدمة تساوي 30 ميجا باسكال، الاف يلد تساوي 360 ميجا باسكال، ده اللي هنشتغل بيهم، تمام. هنبدأ هنا نقول له والله هناخد ده، هقول هنا كولوم، هنا كده البي التيميت، تمام. هنا نقول له الاريا كونكريت، هنا نقول له البي، هنا نقول له تي، تمام. هو في حاجة بس، ان انا عندي 5 ادوار، فانا هضطر اضرب العمود ده كله كده في 5. فنقول له هنا البي التيميت، هقول له هنا كده البي التيميت ديزاين، تمام. هنا البي، وهنا تي، هنا هقول له دي الاريا كونكريت، وهنا البي، وهنا تي. هقول له ان ده كولم، ده خلاص ده البي التيميت دي بالطن، البي التيميت ديزاين برضه بالطن، اريا كونكريت بالسنتيمتر تربيع، البي بالسنتي، التي بالسنتي. هنا هبدا ارص العمدان، هنخلي شكل الجدول ده محترم ما تقلقوش يعني. هاجي من الجدول اللي فات اللي هو مديهوني، اخد ده كده، اقول له كوبي. ايه ده بس، ايه بس، يخرب بيتك. اقول له كوبي، اخد دول هنا كده بيست، اخد البي التيميت بتاعهم، اقول له كوبي، اقول له هنا لو بيست. اول حاجه هنعملها هنقول ان الخانه دي بتساوي، الخانه دي مضروبه في 5، قول له انتر، نمسك دي كده كليك يمين، اها كده اضعفها لي، كليك شمال. طيب انا هنا عندي المعادله، تمام كده، بس بالراحه كده، عشان انا عندي المعادله بتقول لي ان البي التيميت بتساوي اللهم صل على النبي، المعادله اللي هي بتساوي بتقول البي ار تساوي 0.35 الاف سي يو في الاريا كونكريت زائد 0.67 في الاف يلد في الميو في الاف يلد في الاريا ستيل. طيب مش انا عندي هنا ان الميو بتساوي الاريا ستيل، الاريا ستيل الاريا كونكريت، تمام. طيب مش الميو دي بتساوي 1%، يعني معناها ان الاريا ستيل بيساوي 1% اريا كونكريت. لو انا اخدت رجعت عوضت تاني في المعادله دي هتبقى اسمها بي التيميت بتساوي 0.35 اف سي يو في الاي سي زائد 0.67 في الاف يلد، تمام كده، في 1% اريا كونكريت. طب انا هاخد اريا كونكريت مشترك من الطرفين، تبقى البي التيميت بتساوي الاريا كونكريت في 0.35 في الاف سي يو زائد 0.67 في الاف يلد
في الايه في الميو، تمام كده. طيب لو عوضنا بالارقام، هنقول ان الاريا كونكريت بتساوي 0.35، لو الاف سي عندنا ب250 او هنا عندنا ب300، زائد ال 0.67 في الاف يلد عندنا ب3600 في 1 على 100. الرقم ده هيطلع بكام؟ ثانيه واحده كده نحسبه. 0.35 في 300 زائد 0.67 في 3600 في 1 على 100، طلع في الاخر الرقم ده ب129.12. مش انا اقدر اقول هنا ان البي التيميت في 10 اس 3 على 129.12 بتساوي ايه كونكريت؟ اه احسبوها كده وانتوا قاعدين معايا، هيطلع ايه كلامي صح؟ لو حطيت الاف يلد ب 3600 كيلو جرام على السنتيمتر تربيع، والاف سي يو اخدناها بال 300 300 تمام كده، 300 كيلو جرام. حلو، يبقى انا اقول هنا ان الاي سي تمام كده بتساوي. طيب انا عايز ان الاي سي دي ما تطلعليش اللهم صل على النبي، ما تطلعليش فيها كسور، ما تطلعليش فيها ارقام اللي هي مكسره. فبقول له ايه؟ بقول له ان الاي سي هنا بقول له بتساوي في داله اسمها راوند، راوند اب، راوند ار او يو ان دي اب يو بي، تمام كده. بعدين بقوم فاتح قوس، حلو، بحط الحسبه اللي انا عايز احسبها عندي. ايه الحسبه اللي انا عايز احسبها؟ بقول البي التيميت اللي هي الديزاين دي اهي، تمام كده. ممكن افتح لها قوس صغير كده، البي التيميت اللي هي الديزاين اها في 10 اس 3 اللي هي ب 1000، اقفل القوس ده كده، هتنقسم على احنا قلنا كام؟ 129.12، يبقى 129.12، تمام كده. واقفل القوس بتاعها، انا قفلت القوس بتاع دي اه، يبقى ناقص لي القوس بتاع الراوند، احط سيمي كوما واقول له للزيرو، واقفل القوس بتاع الايه؟ بتاع الراوند اب، واقول له انتر، تطلع لي هنا ب 358. اقول له طب كررها لي عندهم كلهم، دي الاريا كونكريت. طيب انا المبنى ده بتاعي خمس ادوار، السقف في منه فلات وفي منه سوليد. طيب انا هعمم عرض العمود على كله، هي لا تقل عن 30 سنتي في حاله الفلات سلاب. ده اذا كان تمام ارتفاع الدور 3 متر، يبقى لو كان ارتفاع الدور السقف 3 متر او اقل، تمام كده، يبقى ما تقلش عن البي عن 30 سنتي. طيب لو الموتش عندي اربع ادوار، باخد ان انا ببدا التي بتبدا ب 40 سنتي، تمام كده. طيب انا ماليش دعوه بالتي دلوقتي، خليني انا في حالي دلوقتي. يبقى انا هتكلم عن البي، انا هثبتها في الاندان دي كلها بكام؟ ب 30 سنتي. اخد التي، التي بقى ليها اشتراطات كتير، اللي هي دبس العمود، اقل دبس او اقل طول العمود بيكون 40 سنتي. طيب لو انا عندي من اربعه، من اربع ادوار لست ادوار بخليها 50 سنتي، لو من ست ادوار لتسعه ادوار بعمله 60 سنتي، لو من 8 ادوار ل 12 دور بيبقى 70 سنتي، لو من 12 ل 15 بيخش في ال 100 سنتي. احنا في حاله من 4 ل 6 احط التي بالمينيمم ان هي بتبقى 50. طب ليه؟ ليه ال 50؟ الكلام ده مش في الكود، الكلام ده امبيريكال، من كتر الشغل او من كتر الديزاين بدات اطلع انا الابعاد دي واقارن ايه؟ واقارن بينها، تمام؟ وبعدين انا ممكن العمود، انا يعني انا ما بدرسش العمود على الاحمال اللي هي الفيرتيكال بس، على الرياكشنات بس، لا انا في احمال من الجنب. افرض ده عمود في جراج والله وبتحصل، وعربيه نقلت تركن وقامت خبط العمود، لو ما كانش العمود سيف للحمل بتاع العربيه، ده يعني ده مثل عبيط كمان لده، يبقى لا العمود ده تلاقيه شرخ ووقع ودخلنا في قصه. طيب انت فوق جالك زلزال، ما كانش العمود مسيف معاك بقدر طبعا، لان هو مسيف، هتلاقيه بالسلامه، وخد بقى احمال جانبيه كتير. فاحنا عشان كده احنا هنا هنستعمل بقى ايه؟ هنقول ان احنا الشروط اللي ايه؟ التي عندنا ان هي تكون رقم من مضاعفات العشره، تمام كده؟ وما تقلش عن 50. فانا هقول له الكلام ده ازاي؟ هقول له هنا بتساوي، هاخد داله اسمها ماكس، تمام كده، هي اسمها ماكس، بفتح قوس بقول له ان هي يا اما من 50، حلو كده، يا اما سيمي كوما، يبقى الاكبر من ال 50 او من الجاي ده. اجيب داله ثانيه اسمها سيلينج، اسمها اس اي اي ال اي ان جي، خد بالك اي غلط في السبيلنج بتاع الاسم الداله ما بيجيش، تمام كده. بفتح قوس بقول له طب والله السيلينج دي هتبقى ايه؟ هتبقى عباره عن الخانه بتاعت الاريا كونكريت مقسومه على البي، تمام كده، تمام. وبعمل سيمي كوما، يعني قربها لي لكام؟ ل 10، انا عايزها من مضاعفات ال 10. بقفل القوس بتاع السيلينج، بقفل القوس بتاع الماكس، بدوس انتر، طلعت دي كام؟ ب 50، تمام.
بقول له والله كبرها لي كده اهو، طلع ان معظم العمدان عندي 50، في منها داخل في 70 بتاع، بس هي معظم العمدان عندي جابت 30 في 50. طبعا 30 في 50 عمود كويس يعني. طيب مش هسلح زي ما قلت لكم، مش هسلح من ده تمام كده، يبقى يعني 50 50. العمود ده مختلف عن سي 5 ده، امسكه كده اهو، هنديله لون مثلا ايا كان لونه ايه. وبعدين انا بنزل تاني عندي ده، العمود ده برضو مختلف دي نفس اللون، تمام. عندي هنا خلاص العواميد كلها كده، خلاص كلها 30 في 70. يبقى انا هنا كده شكل كده عندي نموذجين من العمدان تمام على حسب الابعاد. هاجي بس عشان اعمل الجدول ده كده يبقى شكله كويس، باجي هنا اقول له فورمات سيل بوردرز، اديها من الاوتلاين، اخد الخط التخين ده ماشي تمام كده. اجي هنا بس ادخل الدنيا دي كده يعني، اوسع لنفسي بقى شويه كده، اخلي الجدول يتنفس. ده كده شغل هنتفق على فكره يعني، هو خلاص هو كده ادى المطلوب منه. زي ما قلنا انا كده معايا الابعاد اللي انا هادخل بيها على الكتاب تمام كده، يعني مثلا هنا دي هنديها مثلا خط تخين شويه، هنديها لون احمر مثلا، دي نمشي كله ده نفس الكلام. دي فونت اكبر 16، نكبر الخانة سنة، نوسعها من هنا كده شوية، هنتفق هو بالظبط حنت في شغلة كده بس تظهره يعني. نقول له خليها كله في النص كده تمام، ده التمييز بتاع كل حاجة يعني، هي الوحدات يعني. طيب انا دي ممكن مبقاش عايزها بس خلاص، دي تو ون ستوري مش هتفرق، مش مخسراني في حاجة تمام. اخد ده كده كله مع بعض الجدول بتاعنا ده، الفورمات سيلز البوردرز اديله من اوت لاين واديله من انسايد، انا عايز اقسمه من جوه تمام. الخط هنا كان تقيل، انا مش فاكر كان فين بصراحه، انا عايز الخط ده، عايز اعمل جدول حلو اهو، بدا اقسم لي خلاص الجدول هنا بدا يظهر معايا كده تمام. هنا النماذج اللي هي الحاجات اللي زي بعضها دي، اللي هي مثلا دي كده مش دي برضه 30 في 50، اختار لها لون تاني وليكن مثلا اللون اللي هو الاخضر ده تمام. هنا كده اهو اديها ده، اديها كده. طبعا دي ابعاد مبدئيه كده كده الاتاب هيغيرها لي، ده طبيعي لان مش كل العمدان شايله زي بعضها في الاحمال الجانبيه اللي انا اصلا مكبر بتاع ده كله عشان انا خايف منها، فكده كده هتتغير. مش ما عنديش يعني، انا بس هخش بيها الاتاب وبعد كده من جوه انا هبدا ان انا ايه اشوف والله اه دي مستحمله كذا، مستحمله مش عارف ايه يعني تمام، فمش هتفرق معايا قوي يعني الحاجات دي. طبعا دي البدايه كده، ناخد دي الكتابه دي نكبر الخط شويه، نديها لون الوان اللي تشوفها تخاف دي كده مثلا اللون ده 48 كبيرة أوي، أقول له اكتب في النص، ماسك النادي كده كله في النص كده، ارفعها لي، هناخد الخانة بتاعتها دي كده برضه، ولا ميرج دي، وأنا عامل ميرج اليوم الدين شكلي كده، نديها أي لون تمام. بس هي مجرد ان احنا بس مش بن يعني احنا بنظهر شغلنا بس بطريقه كويسه. انا طبعا ما سلحتش ومش هسلح من الجدول ده. في النهايه احنا عملنا الحصه دي، عملنا الدي اكس اف موديل، صدرنا للساب من الكاد، شفنا شكل البلاطات اللي هي بتيجي غريبه، ازاي بنقدر ان احنا نصممها، عملنا خرجنا الرياكشنات. انا مش عايز اكتر من كده، انسوا الحته بتاعت الكامر، انسوا الحته بتاعت المومنت بتاع البلاطات، انسوها خالص، انا مش عايزها من الساب يعني.
عملنا ازاي نطلع رياكشنات العمدان وازاي نصدرها للجدول وازاي نجيب الابعاد المبدئيه اللي انا هقدر ادخل بيها الاتاب، عشان زي ما قلنا كده احنا بنسهل لنفسنا بس الحل. يعني زي ما قلت لك كده احنا كنا بن احنا ايام الكليه ونخش انتراكشن دايجرام كنا بنعمل بس كده خدعه بسيطه عشان اقدر ايه ان انا اقلل ترايلز، فاحنا عملنا كده. طبعا ما يغركوش وقت الكورس، ان هو الكورس وقته طويل، انت وانت شغال بايدك الكلام ده كله ما بياخدش اي وقت صدقني، انت هتلاقي ايدك سريعه. نصيحه يعني بنصح الناس ان هي تتدرب كتير، تجرب كذا مره، مره واثنين وثلاثه، صدقني شغلتنا دي مسؤوليه ودي ارواح ناس، وخصوصا انت كراجل بتصمم كراجل بتنفذ، خليك حريص جدا حريص قوي، ولو شفت الغلط ما تقبلش بيه، صلحه وقول لا ده غلط وقول انت رايك الصح، بس لما تيجي تتكلم خليك واثق في كلامك. اما تشوف زميلك المعماري عامل مبنى على شكل ورده مثلا على شكل مش عارف ايه، مش اول ما تبص لا ده مستحيل يتنفذ، لا والله كله بيتنفذ، انت بس لو ما تعرفش اتعلم. دي نصيحه يعني فوق كل ذي علم عليم، وان دايما انت لو تلاقي على نفسك عندك قصور في حاجه ابدا اتعلم منها وبتاع. وفي النهايه لو الموضوع بتاع الفيديو عجبكم وشايفين ان هو فعلا مفيد، ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب على الفيديو وتعملوا شير، شاكر جدا. كان معاكم مهندس محمود هريدي، ألف سلام، السلام عليكم.